تحياتي ليك يا كابتن ابراهيم، تحياتي ليك يا كابتن عدلي، وتحياتي طبعا لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا النادي الاهلي خلاص بيستعد لهذه المباراه الهامه جدا امام فريق الوداد في اياب دور النهائي من دوري ابطال افريقيا، واللي هي اكيد مباراه غايه في الاهميه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي، ايضا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. اللاعبين طبعا او الفريق بشكل عام بيستعد بشكل قوي جدا لهذه المباراه. النهارده كان المران الاول بالنسبه للنادي الاهلي، النهارده كان في احد الملاعب الفرعيه هنا في بالتحديد ملعب كهرماء في وسط مدينه كازابلانكا، هو احد الملاعب البعيده شويه عن معقل جماهير الوداد. طبعا جماهير الوداد هنا متحمسه بشكل كبير جدا لهذه المباراه، خصوصا ان هم طبعا زي ما احنا عارفين حققوا نتيجه ايجابيه في استاد الجيش برج العرب بالتعادل الايجابي 1-1، فبالتالي عندهم زي امل كبير جدا ان هم خلاص شايفين خطوه بسيطه جدا ويقدروا ياخدوا البطوله، وده اللي ان شاء الله يعني مش هيحصل. لكن الاجواء بشكل عام اجواء قويه جدا، اجواء كبيره جدا قبل هذه المباراه، في حاله ترقب كبيره جدا من كل المتواجدين هنا في مدينه كازابلانكا وبالتحديد في المغرب. مش بس جمهور الوداد مستني هذه المباراه، ايضا جمهور الرجاء بالمناسبه، يمكن جمهور الرجاء معظمه بيساند النادي الاهلي في هذه المباراه، ده طبعا ناتج عن المنافسه القويه اللي موجوده ما بين الوداد والرجاء. فبالتالي جمهور الرجاء لما بنقابلهم في الشارع بيبقوا مساندين النادي الاهلي جدا، بيتمنوا فوز النادي الاهلي في هذه المباراه. في المقابل جمهور الوداد متحمس جدا لهذه المباراه، وشايفين ان هم يقدروا يفوزوا باثنين وثلاث اهداف امام النادي الاهلي. ان شاء الله العكس هو اللي هيحصل، النادي الاهلي هو اللي يفوز في هذه المباراه. لكن نتكلم عن حالة اللاعبين والحالة الفنية، الحالة البدنية، الحالة النفسية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. لاعبي النادي الأهلي النهاردة كان عندهم طبعا بعد وجبة الغداء مباشرة كان في محاضرة من كابتن حسام البدري، وهي المحاضرة الأولى هنا من خلال تواجد الفريق في المغرب بعد الوصول مساء أمس. كانت أكيد محاضرة مهمة جدا في إطار بعض المحاضرات اللي هتكون من قبل الجهاز الفني للاعبين خلال اليومين، سواء النهاردة أو غدا إن شاء الله قبل مباراة بعد غد. النهاردة أيضا كان في المران الاول بالنسبه لفريق النادي الاهلي، مران اكيد شمل بعض الجوانب البدنيه وبعض الجوانب طبعا الخاصه بتدريبات الكره. لكن خليني اقول بس ان المران ما اتفرجش عليه كل الاعلاميين المتواجدين في النادي الاهلي، بس هم اول 10 دقائق، وده كان بناء على تعليمات كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي لمزيد من السريه قبل هذه المباراه، ايضا في ظل تواجد عدد من الاعين الخاصه ب طبعا جماهير الوداد او مسؤولي او صحفيين طبعا الوداد او صحفيين المغاربه بشكل عام. فبالتالي كابتن حسام البدري يفضل ان المران بقيته بعد اول 10 دقائق بقيه المران يكون مغلق، ما فيش اي حد يتابع هذا المران. لكن كل اللي نقدر ناكد عليه طبعا لكل جمهور النادي الاهلي ان ال 22 لاعب الموجودين مع النادي الاهلي هنا في المغرب كلهم جاهزين بشكل كبير جدا، كلهم متاحين طبعا للجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري في هذه المباراه الهامه والمصيريه جدا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. زي ما احنا عارفين اللي بيغيب بس عن فريق النادي الاهلي في هذه المباراه كل من صالح جمعه وحسام عاشور وعلي معلول، اكيد غيابات ممكن تكون مؤثره بشكل او باخر، لكن كابتن حسام البدري واللاعبين ان شاء الله قادرين بشكل كبير ان هم يعوضوا هذه الغيابات، قادرين ان شاء الله ان هم يحققوا امل كل جمهور النادي الاهلي، خصوصا ان كان في اكثر من مناسبه النادي الاهلي يتعرض فيها لبعض الظروف الصعبه والنتائج اللي ممكن ما تكونش ايجابيه بشكل كبير في مباريات الذهاب وبالتحديد في مصر، لكن بيقدر في مباريات العوده خارج مصر ان هو يفوز بالمباراه وتحقيق اللقب، وده ان شاء الله بنتمناه يا كابتن عدلي وكابتن ابراهيم. لو في اي استفسار أنا أيوة يا هشام، بقول لك هل كان هناك أي صدى للمشهد الجماهيري في استاد التتش سواء في الإعلام أو على مستوى الشارع في الدار البيضاء؟ طبعا هم الناس هنا بتتكلم عن المشهد ده يا كابتن عدلي، كله بيتكلم عن تواجد الجماهير بأعداد غفيرة جدا في المران الأخير بالنسبة للنادي الأهلي قبل السفر. مستغربين شويه ان التدريب يكون في عدد المهول ده من جمهور النادي الاهلي، فبيسالوا ازاي يعني يبقى في جمهور بالشكل ده قبل مباراه مهمه زي دي، وعدد كبير جدا من جمهور النادي الاهلي كان متواجد. فطبعا هم شايفين ان ده شيء غريب بالنسبه لهم، قلت لهم طبعا او اتكلمنا معاهم قلنا لهم ان ده شيء طبيعي جدا من جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي بيحاول دايما يحفز لاعبيه من الناحيه المعنويه قبل اي مباراه هامه جدا ومصيريه زي مباراه نهائي دوري ابطال افريقيا، فده شيء
طبيعي جدا من جمهور النادي الاهلي، خصوصا ان جمهور النادي الاهلي ايضا حضر التدريب الاخير قبل السفر لتونس بالتحديد في مباراه الترجي، بعد ما النادي الاهلي كان تعادل بنتيجه 2-2 في مباراه الذهاب. قدر بعد طبعا تحفيز الجمهور، اكيد كان احد العناصر المهمه والاساسيه في فوز النادي الاهلي في مباراه العوده على الترجي بنتيجه 2-1. ان شاء الله نتمنى ان السيناريو يتكرر خلال مباراه الوداد، ويقدر النادي الاهلي ايضا يحقق هذه النتيجه ويفوز بهذه البطوله يا كابتن عادل. امير، اطمنت بشكل اساسي على حاله محمد نجيب ووليد سليمان، ولا في اي كلام على اي اصابات؟ محمد نجيب ووليد سليمان جاهزين بنسبه 100% لخوض هذا اللقاء الهام جدا. خليني اقول لحضرتك يا كابتن ابراهيم ان محمد نجيب ووليد سليمان بيشاركوا منذ امس التدريب الصباحي بالنسبه للنادي الاهلي، بيشاركوا بشكل عادي جدا، شاركوا في التدريبات الجماعيه بشكل عادي جدا، ايضا النهارده شاركوا في التدريبات بشكل طبيعي جدا، وجاهزين طبعا بنسبه 100% لخوض هذه المباراه الهامه، واعتقد ان هم ممكن يكون احد العناصر الاساسيه كمان بالنسبه للنادي الاهلي في هذه المباراه. طبعا تشكيل النادي الاهلي ما فيش اي كلام عليه، ما فيش اي حد خالص يقدر يتوقع تشكيل النادي الاهلي، لكن من الوارد ان يكون في بعض المفاجآت في تشكيل الفريق في هذه المباراه، لكن المؤكد ان كل لاعبي النادي الاهلي حتى بعد المران اللي انتهى بالظبط منذ حوالي ربع ساعه بالتحديد، لاعبي النادي الاهلي ما فيش اي حد فيهم بيشتكي من اي اصابه الحمد لله، كلهم مجهزين ان شاء الله ان هم يكونوا متاحين للكابتن حسام البدري في هذه المباراه. بتتكلم يا أمير على إنه ممكن يبقى فيه مفاجأة في التشكيل، ده مجرد استنتاج ولا فيه معلومة؟ حتى لو في معلومه يعني خلينا نعتبرها استنتاج، لان طبعا التشكيل يمكن كابتن حسام البدري ما وضحوش او مش هيوضحه خلال التدريبات، سواء النهارده طبعا ما وضحش، بكره ان شاء الله اكيد كابتن حسام هيبقى الجزء الاخير بالتحديد في مران النادي الاهلي مش هيكون متاح للاعلاميين طبعا عشان سريه تم قبل مباراه الوداد، فلكن وارد جدا يكون في بعض المفاجآت، خصوصا وارد الكابتن حسام البدري يكون عنده سيناريو معين يبتدي بيه هذه المباراه بالتحديد، خصوصا ان خلاص الفرقتين يا كابتن ابراهيم بقوا خلاص حافظين بعض بشكل كبير، ثلاث لقاءات في بطوله دوري ابطال افريقيا في موسم واحد، لقاءين في دوري المجموعات ولقاء الذهاب، فبالتالي الاوراق بالنسبه للفريقين بقت واضحه بشكل كبير جدا، فبالتالي وارد جدا يكون في مفاجات في التشكيل، وارد جدا ان شاء الله كابتن حسام البدري يكون ليه سيناريو مفاجئ بشكل معين طبعا لفريق الوداد المغربي، ايا كان ايه السيناريو، ايا كان ايه خطط كابتن حسام البدري، اكيد نتمنى كل التوفيق ان شاء الله للتشكيل اللي هيختاره كابتن حسام البدري في هذه المباراه، نتمنى ان شاء الله ان الفريق ككل يكون موفق في هذه المباراه ويقدر يحقق هذا اللقب اللي بينتظره كل جمهور النادي الاهلي فارغ الصبر. يا هشام، هل هناك تصور لاعداد الجماهير الاهلاويه التي ستؤازر الفريق سواء من الجاليه المصريه في المغرب او الوافدين مع الفريق، وبعد يعني بيتواتر وصول المشجعين حتى الآن، ولا ما فيش تصور عن هذه الأعداد؟ لا بالظبط، في اعداد بتحضر يوميا يا كابتن عادلي، امبارح كان في اعداد من جمهور النادي الاهلي وصلوا المغرب، النهارده ايضا في اعداد من جمهور النادي الاهلي وصلوا، غدا ان شاء الله هيكون في اعداد اخرى هتوصل، طبعا الاعداد مش بنتكلم في اعداد كبيره جدا، لكن من الوارد ان يكون عدد جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه ما بين 300 او 500 مشجع اهلاوي في مباراه يوم السبت ان شاء الله، وده اكيد شيء مهم وشيء دافع معنوي بنسبه كبيره طبعا للاعبي النادي الاهلي، ده بخلاف الجاليه المصريه المتواجده هنا في المغرب، شفنا واحنا رايحين المران النهارده امام الفندق الخاص باللاعبين ومقر الاقامه، كان في بعض الجماهير الاهلاويه اللي كانوا حريصين على التواجد امام مقر اقامه النادي الاهلي وتحفيز اللاعبين قبل هذه المباراه الهامه جدا، واكيد كانوا بيقولوا لهم ان احنا عندنا ثقه كبيره جدا فيكم ان انتم ان شاء الله تقدروا تحققوا البطوله من هنا في المغرب، لكن طبعا هيكون في اعداد موجوده من جمهور النادي الاهلي في هذه المباراه، بالمناسبه دخول الجماهير النادي الاهلي هذه المباراه هيكون من خلال الباسبور، من خلال جواز السفر، ده معامله بالمثل زي ما حصل من قبل مسؤولي النادي الاهلي في مباراه الذهاب في الاسكندريه، وكان دخول جمهور الوداد المغربي كان ايضا بجواز السفر، فبالتالي ايضا خلال مباراه يوم السبت ان شاء الله هيكون دخول جمهور النادي الاهلي بجواز السفر الخاص بكل فرد، وان شاء الله اكيد تواجدهم هيكون مهم جدا بالنسبه للاعبين
ان شاء الله هيكونوا بيأزروا الفريق بشكل قوي جدا خلال هذه المباراه، ويقدر الفريق ان شاء الله يحقق البطوله. امير، بالنسبه للجمهور المغربي، واضح انه يمكن كل وكالات الانباء كانت بتتكلم على انه في فوضى وفي مشاكل كثيره في المغرب في عمليه بيع التذاكر وتوزيعها، وان هي نفذت وفيها سوق سوداء، وروابط الالتراس في مشجعي الوداد كانوا مقاطعين المباراه علشان ارتفاع اسعار التذاكر. هل الامر واخد هذا الحجم فعلا من المشكله عندكم؟ فعلا يا كابتن ابراهيم، دي حقيقه. يعني حتى الان احنا دلوقتي هنا الساعه بالظبط 9:15، حتى الان متواجد اعداد من جمهور الوداد امام الملعب اللي ملعب محمد الخامس اللي هيتلعب عليه هذه المباراه، والمكان المخصص لبيع التذاكر، بيحاولوا بشكل او باخر ان هم يحصلوا على تذاكر هذه المباراه. خليني اقول لك الاستاد هيكون مغلق عن اخره، في احداث يمكن شغب حصلت شويه، في بعض الاصابات حصلت بالتحديد بالامس بالنسبه لجمهور الوداد، كله بيتوافد من خلالهم طبعا عشان يحضروا هذه المباراه، وهم خصوصا عندهم امال كبيره جدا في تحقيق البطوله بعد مباراه الذهاب. خليني اقول لك ان سعر التذكره هنا وصلت حوالي 600 درهم، وده مبلغ كبير جدا بالنسبه للجماهير هنا في المغرب. فبالتالي هم بيحاولوا، كم كبير جدا من جمهور الوداد المغربي بيحاول ان هو يكون متواجد في هذه المباراه، فحتى الان طبعا في توافد من جمهور الوداد على حضور هذه المباراه وعلى شراء التذاكر الخاصه بهذه المباراه لحضورها ومؤازره فريق الوداد المغربي. زي ما قلت لك هم خلاص يعني. بالمناسبه خليني اقول لك يا كابتن عدلي ويا كابتن ابراهيم ان هم كانوا بيحتفلوا اصلا بالفوز بالبطوله عقب التعادل الايجابي في الاسكندريه نتيجه 1-1، وده يمكن فال حسن بالنسبه لنا. كانوا بيحتفلوا في المؤتمر الصحفي الخاص بحسين عموته بعد المباراه، كانوا بيحتفلوا اللاعبين في غرف خلع الملابس. لما وصلنا هنا، لما اتكلمنا مع اكثر من مشجع ودادي بنقابلهم خلال تواجدنا في الشارع المغربي، كلهم بيتكلموا على انهم خلاص فازوا بالبطوله، خلاص حققوا الهدف بالنسبه لهم، شايفين ان المباراه هي مجرد 90 دقيقة، مباراة العودة مجرد 90 دقيقة من خلالها بس هيتواجدوا ببطولة دوري أبطال أفريقيا. هم ممكن ما يكونوش راجعوا تاريخ النادي الأهلي بالشكل المطلوب، وما يكونوش يعرفوا إن النادي الأهلي قدر في أكثر من مناسبة إن هو يفوز في اللحظات الأخيرة، يفوز حتى لو النتائج ما كانتش إيجابية بالنسبة للفريق في مباراة الذهاب، بيقدر يفوز في مباراة العودة خارج دياره. فبالتالي ده يمكن فال حسن بالنسبه للجمهور المغربي، لكن هم خلاص بيتوافدوا فعلا على شراء التذاكر، الاستاد هيكون كامل العدد، وعندهم امال اكيد كبيره جدا للفوز في هذه المباراه. جمهور الرجاء زي ما قلت لكم، جمهور الرجاء بيساند النادي الاهلي بشكل كبير جدا زي ما احنا ان شاء الله، وبيدعو فوز النادي الاهلي زي ما احنا بندعي دايما ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز ويحقق هذه البطوله. كريم، وجود المهندس محمود طاهر على رأس البعثة حافز كبير للعيبة، هل بدأت لقاءاته مع اللعيبة؟ هل بدأ جلسات التهيئة المعنوية للاعبين، ولا لسه المسألة المفترض تكون بكرة؟ لا، من الوارد ان يكون بكره في جلسه بشكل او باخر بالمهندس محمود طاهر ولاعبي النادي الاهلي، لكن تواجده اكيد كرئيس للنادي الاهلي وكرئيس للبعثه اكيد شيء مهم ودافع جيد بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وده شيء يمكن جيد جدا بالنسبه للاعبين. اكيد هيكون في جلسه ما بينه وما بينهم، اكيد هيحفزهم. خلاص لاعبي النادي الاهلي مش محتاجين تحفيز، احنا خلاص في نهائي دوري ابطال افريقيا، وعارفين ان كل جمهور النادي الاهلي منتظر هذه البطوله بشغف، لكن اكيد كلام رئيس النادي دايما في اي مباراه مهمة بيكون كلام هام جدا بالنسبة للاعبي النادي الأهلي قبل انطلاق أي مباراة مهمة، لا سيما مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام فريق الوداد في ملعب محمد الخامس بمدينة كازابلانكا بالمغرب. هل تلمس أصداء لوصول الكابتن محمود الخطيب بكرة لمساندة الفريق في المباراة؟ طبعا في ناس كتير جدا هنا في المغرب يترقبوا وصول الكابتن محمود الخطيب، طبعا احد نجوم النادي الاهلي السابقين والمرشح المحتمل في طبعا رئاسه النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. طبعا المغاربه يمكن عارفين تاريخ كبير جدا بالنسبه للكابتن محمود الخطيب، مترقبين وصوله وعايزين يجروا بعض اللقاءات الخاصه معاه، وبتحديد عن المباراه القادمه امام فريق الوداد. وهو اكيد مجيئه كنجم كبير وكاحد اللاعبين التاريخيين في تاريخ النادي الاهلي شيء ايضا، ودافع ايضا معنوي بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، وده يمكن شيء جيد عندنا في النادي الاهلي. يمكن طبعا المهندس محمود طاهر ايضا رحب بمجيء الكابتن محمود الخطيب، وده يمكن شيء ايجابي جدا، لا يدل عن طبعا المنافسه اللي ممكن تكون موجوده في الانتخابات، لكن يدل عن شيء واحد بس، وهو ان كله بيجتمع في حب النادي الاهلي، كله بيجتمع
في كيفيه ان النادي الاهلي ان شاء الله يقدر يحقق هذا اللقب الهام جدا. ان شاء الله باذن الله يقدر النادي الاهلي يحقق هذا اللقب ويقدر يفوز باللقب التاسع في تاريخ بطولاته في دوري ابطال افريقيا، ويضاف لكم البطولات الهائل الموجود عندنا في دولاب بطولات النادي الاهلي. الطقس عندك نفس درجة حرارة القاهرة يا أمير ولا الجو بارد شوية؟ هو قريب شوية من القاهرة، لكن خليني أقول لك بالتحديد إن في هذه اللحظات يعني درجة الحرارة تقريبا 16، الجو بارد شوية عن القاهرة. وقت الماتش أو بالتحديد يوم السبت إن شاء الله في توقيت المباراة هتصل درجة الحرارة ل 14 درجة مئوية، ده هيكون جو بارد شوية على لاعبي النادي الأهلي وعلينا كلنا طبعا كبعثة هنا متواجدين في المغرب، لكن الأجواء يمكن باردة هنا شوية. الصبح بيبقى الجو معتدل، لكن هو بالليل دايما بيبقى الجو هنا بارد شوية. كابتن إبراهيم، بكرة التمرين في ميعاد المباراة مش كده، وفي نفس الملعب في محمد الخامس؟ بالظبط، بكره التمرين الاخير بالنسبه للنادي الاهلي في نفس ميعاد المباراه الساعه 8 بتوقيت المغرب 10 مساء بتوقيت القاهره، هيكون في الملعب الرئيسي اللي هيستضيف هذه المباراه ملعب الملك محمد الخامس، وهيستعد ان شاء الله من خلاله بشكل اكبر كابتن حسام البدري اللاعبين لهذه المباراه. هيستقر ايضا من خلاله كابتن حسام البدري على التشكيل اللي ممكن طبعا يبتدي بيه هذه المباراه والشكل التكتيكي والسيناريو اللي ممكن يبتدي بيه هذه المباراه. خليني بكره ايضا اقول لك او انوه طبعا ان بكره هيكون في محاضرتين من كابتن حسام البدري، محاضره صباحا بعد الغداء ومحاضره اخرى مساء ان شاء الله هتكون بعد موعد وجبه العشاء. ان شاء الله من خلال المحاضرات ومن خلال تدريب الغد يكون النادي الاهلي اتم استعداداته كامله ان شاء الله لخوض هذا اللقاء المرتقب، وان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين سواء في التشكيل او في تحقيق هذه البطوله الهامه جدا خلال المباراه بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. كيف يرى الاعلام وجود النادي الاهلي، وهل حصل اي نوع من اللقاءات الاعلاميه مع المسؤولين أو جالكوا في الفندق؟ كيف علق الإعلام على فرص الأهلي وعلى وجوده وعلى الأجواء؟ طبعا الاعلام المغربي بيتناول هذه المباراه بان فريق الوداد عنده فرص الكبيره، الفرص الاوفر للفوز بهذه المباراه، لكن في نفس الوقت بعض الاعلام المغربي شايف ان النادي الاهلي قادر انه يرجع في المباراه، لكن مش كل الاعلام المغربي، معظم الاعلام المغربي شايف ان خلاص فريق الوداد هيحتفل باللقب يوم السبت، لكن هم بيتناولوا طبعا قوه النادي الاهلي، بيتناولوا حضور النادي الاهلي خارج دياره بشكل جيد جدا، وخصوصا انه قدر السنه دي يفوز باكثر مباراه خارج طبعا ملعب النادي الاهلي، وخسر تقريبا مباراه او مباراتين بالتحديد خارج ملعب النادي الاهلي سواء امام الوداد في دوري المجموعات وامام النجم الساحلي في دور نصف النهائي، لكن هم اكيد مدركين بشكل كبير جدا قوه النادي الاهلي، مدركين بشكل كبير جدا حجم الخبرات المتواجده في لاعبي النادي الاهلي، خصوصا ان هم بيشاركوا مع المنتخب الوطني او معظم لاعبي النادي الاهلي لاعبين دوليين في منتخب مصر طبعا، وايضا بعض اللاعبين الدوليين في بعض المنتخبات سواء وليد ازار او علي معلول قبل الاصابه، فبالتالي هم مدركين بشكل كبير جدا ان هم ان النادي الاهلي قادر ان هو يعود في هذه المباراه، لكن عايز اكد ان مش كل الاعلام المغربي مدرك هذا او هذه الجزئيه كابتن عدلي، لكن المعظم شايف ان خلاص فريق الوداد هيحتفل بالبطوله يوم السبت، لكن ان شاء الله اعتقد ان دفع الحسد بالنسبه لنا، اعتقد ان شاء الله هيحصل العكس، ان شاء الله النادي الاهلي يقدر يفوز ويحقق الهدف المرجو والاسمى بالنسبه للجهاز الفني بالنسبه للاعبين، تكون بطوله ثالثه لينا السنه دي، يقدر النادي الاهلي ان شاء الله يحقق الثلاثيه بعد الفوز بالدوري والكاس. الاختيار الجنبي بكاري جسامة حكما للمباراه، عليه اي تعليقات عندك ولا في ارتياح للاختيار؟ طبعا لا، في ارتياح للاختيار بشكل او باخر طبعا، خصوصا ان في طبعا بكاري جسامة يعتبر احد حكام الصفوه في القاره الافريقيه، ويعتبر الحكم رقم واحد في القاره الافريقيه، لكن ايضا دايما بيبقى في تخوف يا كابتن ابراهيم ويا كابتن عدلي من الحكام اللي ممكن خلال مثلا الضغوطات اللي بتبقى متواجده خلال المباراه، خصوصا فريق الوداد وجمهوره كبير جدا، ملعب يمكن مدرجات يعني قريبه بنسبه قليله
للملعب نفسه وارضيه الملعب نفسه، فممكن يكون في ضغوطات بشكل او باخر عن او على بكاري جسامه. لكن اعتقد ان هو حكم عنده خبرات كبيره، حكم مصنف يمكن ترتيبه رقم واحد على القاره الافريقيه، ان شاء الله ما يتاثرش بهذه الضغوطات، ان شاء الله اللي يشوفه في الملعب يعني يحسبه صح، ان شاء الله نكون موفقين المره دي مع التحكيم، خصوصا بعد المباراه اللي فاتت كان التحكيم سيء جدا، الحكم الاثيوبي يمكن كان لنا ضربه جزاء، كان لنا بعض يعني بخلاف ضربه الجزاء بيصفر في اوقات يعني ملهاش اي لازمه ومن غير اي فاولات، فكان بيوقف رتم اللعب بالنسبه للنادي الاهلي. نتمنى ان شاء الله ان يحصل العكس في مباراه العوده، وبكاري جسامه يكون موفق في طبعا اداره هذه المباراه من الناحيه التحكيميه، ويكون فير ويكون عادل ان شاء الله خلال هذه المباراه. لكن الجهاز الفني مش متخوف من تواجد بكاري جسامه، الجهاز الفني فقط مركز في هذه المباراه ومركز في فوز النادي الاهلي ومع لاعبيه طبعا وكيفيه اداء الواجبات الخاصه بهم خلال هذه المباراه لتحقيق الهدف المرجو طبعا وهو حصد هذه البطوله. هشام احسنت ونشكرك، ويا ريت تنقل تحياتنا وامنياتنا الى البعثه من اول رئيس البعثه مرورا بالجهاز الفني والاداري وكل اللاعبين وامنيات كل المصريين، وربنا يوفقهم يا رب وتعدوا لنا بالكاس ونجي لكم المطار باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا للزميل امير هشام موفد قناه الاهلي الى المغرب، واعتقد كده ما كنتوش محتاجين تسافروا ولا ايه؟